أربع شلاشين. يا ورد على فل وياسمين الله عليك يا تمر حنة. يا ورد على فل وياسمين الله عليك يا تمر حنة. قربنا ده عندنا قربنا ده عندنا. خد وردة يا بيه خد فل يا هارم. يا وردة على فل وياسمين الله عليك يا تمر حنة. يا وردة على فل وياسمين الله عليك يا تمر حنة. قربنا ده عندنا. خد وردة يا بيه خد فل. إنجي تيمور وما أدراك إنجي تيمور وشغل إنجي تيمور وتنسيق ظهور إنجي تيمور. كتير قوي كده. ده أنا حاجة كده صغنونة. أنت خلص. جميلة حبيبي. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله حلو. بس نفكر مشاهدينا أي حد عايز يتواصل مع إنجي ممكن تخش على صفحتها على الفيسبوك اللي موجودة وبتظهر طول الفقرة على الشاشة. وبعيد إن إنجي برضو بتدي كورسات لتنسيق الظهور. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل سبت ورد بالفواكه. في ناس بتحب التغيير وانا من الناس دي، يعني بحب دايما لما هادي حد ابقى مش كل مره بهادي نفس الفكره، فكره مستوحاه من اللي قبلها لكن يبقى فيها تجديد وتفكير. شفتش انا فكره مستوحاه من اللي قبلها دي معاكي خالص؟ والله بحاول يعني نفسي اشوفها. نفسي اشوف فكره شبه الثانيه. بحاول ما فيش. بحاول. فالفكره بتاعت النهارده ان احنا هنستخدم فاكهه موز برتقان كوميترا كيوي مع الفلاورز، بحيث ان الباسكت ده لما يوصل للشخص اللي انت بتهديه له يقدر ياكلها. ساعات كنا بنستعمل الفواكه كايتم ديكوريشن فقط لا غير، لكن المره دي ان هم يسحبوا بس طبعا يتغسل الاول لان احنا بنبقى في سبراي. ولسه كنت هقول لك ده للناس اللي يعني لو رايح مستشفى زياره لحد احب اخد له ده بالظبط عشان ياكل فاكهه ويتغذى. هقول لك حاجه بسرعه كده. احنا في ناس كتيره طبعا ربنا يشفي كل الناس كانت مريضه بالكورونا، فكان في ناس عايزه تبعت لها ورد. كنا بنحط يوسفندي ونجيب التلي واليانسون والماسكات وبتاع ندخلها كمان في وسط البوكيهات. الورد بتبقى فكره رائعه. انا فاكر وانا في المستشفى بوكيه الورد اللي انت جبتيه لي حبيبي. طبعا دخلتي وقعدتي تعيطي جنبي. ده كان معمول من جوه قلبي يعني. كانت عامله لي ورد احمر نبيتي وكله معاه اللي هو بيحبه اللي هو بيحبه كله معاه شوكولاته ودخلت. انت اخويا اصلا مش قادره امسك نفسي. اللي طلع عياطي براحتك. الناس بقت تخش ورا افضحك. هو اول ما شافني راح عامل لي راح معيط. انا انت افضح انا كمان معاك. كل واحد بيتاثر لما يشوف حبايبي. انت حبيب قلبي اصلا. انت ما بتعرفش غلاوتك عندي ايه يعني. طيب ايه بقى؟ ايه حد هنا ده بقى ده باسكت بامبو. ده باسكت بامبو زي ما انت شايف مليان اويسس اهو متقسم. انا اللي عامله التقسيمات دي قطعه خشب انا بس حطها عشان لنفسي اقدر اقول هنا هحط برتقان هنا هحط ما اعرف ايه مضرب ايه الحركات دي كلها مبصر ايه. هنبتدي نعمل جرينري. هحاول ان انا اعمل سبراينج قبل ما احط الفاكهه. طيب بس خليني اقول حاجه معلش انا عايز اوري ده كده. هي حاطه سلوفان ورق سلوفان بين الباسكت البامبو وبين فرخ سلوفان الاول وبعدين اويسس عشان في الجناب لما بنيجي نغرز بيخر ميه فما يشرش ميه بقى. اوكي شوفوا الحاجات التفاصيل دي بتفرق جدا. ومن ضمن التفاصيل التانية لتنسيق الظهور الباسكت اللي معايا شكله حلو قوي. فما اجيش انا استعمل اصناف خضره ورقها كبير بحيث ان انا لما اجي اعملها واحطها تقوم طالعه مدلدله ومداريه المنظر الحلو ده. فاهم قصدي؟ صح. شوف النوع اللي بيحب البامبو؟ قوي. سيبت البامبو انا بحوشهم. انا احب البامبو جدا. هو انت بيستخدم في كل حاجه. وبحب المسطحات الكبيره اللي زي دي. على فكره حلقه النهارده ارتجاليه. انت كل حاجات لا ببقى مثلا منسقة عارفه هحط ايه فين. لكن حقيقي دي انا لا ادري. اوكي لا اعلمه. لا اعلمه من اين اتيت لهذا الكون. بالظبط. طب بصي بقى انا هقول لك حاجه. قول. احنا الـ لو عليا والله يعني واحد واحد ابعت لهم الورد اللي بنعمله النهارده ده انا بهديه
لفريق كرة اليد. تمام طبعا. علشان انا بالنسبة لي انتوا كسبتوا. طبعا. بس كده. كفاية. انتوا كسبتوا باخلاقكم وبشطارتكم وكنتوا بتلعبوا، انا ما بفهمش في الرياضة قوي في كرة اليد، وكنتوا بتلعبوا ابطال العالم وكنتوا لاخر لحظات متساويين زيكم زيهم واقوى منهم. فالف سلام وتحيه لكل فريق كره اليد وكل الفريق الفني اللي معاكوا والاهاليكم امهاتكم وابهاتكم، عشان انتوا كلكم كمان قد اولادي، فانا ببعت لهم الف سلام وتحيه. مرسين انتوا مطلعيننا شباب محترم وطني بيلعب بحب. طبعا. بيلعب تيم ورك. ما احترمنا بقى للرياضات الجماعيه الاخرى اللي ما بنشوفش منهم اي ابيض ولا اسود. اموت في صراحتك. لو التانيين بيتغلبوا حتى ما بيتغلبوا بيتشتموا، لان انت بتحس انهم ما عملوش ايه مجهود. لكن دول كانوا يعني مبهدلين نفسهم في الملعب في الحقيقه. فمش معقول، انا يعني ما فرقش معايا المكسب والخساره، المهم انهم عملوا اللي عليهم. طبعا. بس كده. طبعا طبعا بكل تاكيد. انا بخضر زي ما انت شايف. عشان يبقى بيلمع وحلو كده. بقول لك ايه، هو السبراي ده ممكن نرشه على الزرع اللي في الجنينه؟ لا في الجنينه لا، الزرع النباتات اللي بتبقى جوه البيت. بالظبط. ده لو في الجنينه هيجي عليه تراب فهي بيبقى زي قلته. الجنينه اصلا انت بيتك نفسه لما بتيجي بتنضف ما فيش 10 دقائق بتلاقي التراب رجع تاني على الباركيه مثلا. صح. احنا بنخضر، نعمل حديقه. بس شكل لطيف، يبان ناتشرال برضو، يبان طبيعي. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا بقى ما بيحصلش عندي موضوع التراب ده، لان انا بعمل حاجات زي بتوع زمان كانوا بيعملوها. انا عامل اكياس رمل. انا جدتي الله يرحمها كانت بدات اتعلمت الحاجات دي. عندنا الحاجات دي اكياس رمل بقى تحت البيبان. أيوه. عند الشبابيك من تحت كل الكلام. أيوه. ده فالرمله في الغالب او التراب بيخش بس قليل. قليل. فاهماك فاهماك فاهماك. طب ده كروتن بتوع زمان. ما فيش احلى من زمان. مش علاقه بتوع دلوقتي. صحيح. وتلاقيه حاطط في الاركان ملح وحاجات زي كده. رائع. رائع بقول. طبعا. الله، دي الحديقه الغناء. الحديقه الغناء. انا زرع زي اللي بيتقعد عندي في الجنينه. المنقط اصفر. ده اسمه كروتن. وعندي منه نبيتي وعنده منه نبيتي. بالظبط. نبتدي بقى نشوف هندخل ونستف ايه فين. الموز بقى. انا ممكن اجي هنا ابتدي بالموز، احطه بالطريقه دي. اوكي. واجي معايا هنا تليب اصفر. الله. من ألذ ما يمكن. ايوه. ده هعمله مثلا في السنتر. ثانك يو. التريب ده من اكتر، وفي اللون الموف بتاعه تحفه. اللي هو الموف بتنجاني ده. بتنجاني. يا خرابي. وما تبقي جايبه بقى فازه، انا بحب المنظر ده قوي. فازه كل ورده تشوليب غير الثانيه. ايوه ميكست من احلى ما يمكن. فاكر زمان زمان مره عملنا حلقه كان كلها تشوليبس ميكست لو تفتكر. فاكر. اللون على الشاشه يجنن، الاخضر مع الاصفر. كده. انتوا بقى هاتوا اي نوع ورد قدامكم، مش ضروري ده. هو الورد ساقع ولا انا بيتهيألي؟ ساقع. شاطر. من التكييف عشان بس ايه؟ عشان يفضل فريش كده. عشان ده بيعيش في التلج. هو وش البوكيه فين؟ ملوش وش. ملوش وش، اوكي. بس انا حاسس انهم كلهم باصين لي. لما انت لو رحت هناك هتلاقيهم باصين لك هناك برضه. ده موناليزا خالص. موناليزا خالص. انا بيتي رايح في رحت الموناليزا مش عاجباه. ما تخلينا ساكتين في الورد احسن. مش عاجباكي في كده؟ ما انا بخاف منها، بحس انها بتبرق لي. كانت لازم تعدي على الكوافير تعمل حواجبها. مؤاخذه يعني. في حاجه كده. انا بلف البوكيه فيه. يقول لك دي احلى واحده في العالم. يعني مش معقول. كان في نكته من قريب طالعه عن الموناليزا، مش عارفه جات لك ولا لا على الفيسبوك. لا انا عايز اقول لك بقى معلومه رهيبه، انا ما بفهمش النكت. لا والله. لا انا من النوع ده.
لازم تشرحيها لي. طب بعد الحلقه بقى هبقول لك كم نقطه كده. انا في واحد صاحبي بيقعد يلطم يبعت لي الحاجات اقول له ده معناه ايه. يقول لي هو انت ما ضحكتش؟ اقول له انا مش فاهمها. ده بجد. احنا عملنا مجموعه التوليب وزي ما انا عامله هنا اورنجز سوري موز هاجي هنا كده موز واحط موز برضو بطريقه ان هو يتشاف من جميع النواحي. اوكي الموزه دي زعلانه فانا ممكن اشيلها. عايز تاكل؟ اخدها مش هتخسر. وبعد كده هاخد روزز اورنج روزز. الله ده اللون البرتقالي. هي دي اسمها ايه؟ كونفيت. كونفيت ايه هي؟ كان على ايه الورده دي ليها اسم مش عارف النار زهر الناريه ولا مش عارف الفاير حاجه فاير. لا دي بيسموها كونفيتي اللون ده. حلو قوي. الفاير دي هتلاقي فيه الاطراف بتاعتها فتحة. على احمر. فظيعه ترو. النهارده هتشوفوا يا اولاد حاجه جميله. ما أميرة في المطبخ شافتني داخلة بالفاكهة قلت لها فوق. بقول لك ايه عشان ما جوابي سواطولي احنا ممكن نعمله كده وتبقى عشان هم عايزين يشوفوا الحاجات. جوهري عايز يمتع نظره. عيوني. الله الله يا ولاد. زي ما انت شايف احنا بنعمل جروبس هنا عشان الليفل قصير. فانت بتعلي النهار. فانا بزود زي ما انا عايزه. لما بعلى تبقى قصه تانية تحفه خاص. هتبلي بقى ده كله؟ لا مش كله. يعني انا بعمل بس المجموعه زي ما انت شايف هنا محتاجه زهره كده ودي اخر واحده. أوكي. في المجموعه. ما قلتليش ليه هنكحل بيها؟ لا لسه التكحيل جاي. التكحيل ده بمناسبة الموناليزا. التكحيل لسه جاي يا شيخ. يا ابويا ههدي الخضرة شوية أكتر. هتحطي تفاح هنا ولا إيه؟ لسه مش عارف رأيك إيه؟ تفاح كيوي كمثرى بس أنت عايزاه برتقان يعني كله حاجة. كله موجود يا باشا. كله موجود. أوزانك قد إيه؟ أنت عارفة أنا بشتري بحب أشتري الفاكهة منين؟ من الستات اللي بتقعد على الرصيف. بيبقوا غلابه ومنقيين فكتهم حلو وهو بيبقوا جايبينها فله. صح ده حقيقي. وبيبقوا ارخص وبيبقوا عايز انفعها. صحيح. دي انا ما بفضلش مركزه في حته واحده بحب اشتغل في جزء. فظيعه يا جوهر. وابص كده تاني. ماشي. ماشي نعمل هنا ايه بقى؟ ناخد التفاح البرتقال. ايوه ناخد الكبير الاول البرتقال كده اهو وكده اهو. انت عارفه مصر في 2020 كانت رقم واحد على العالم في تصدير الموالح؟ لا والله. يس كده اهو. هنا اللون ده عمل رابيل مع اللون ده يعني ردوا على بعض. بالظبط كده. نيجي هنا كده في الحته دي نطلع شوية خضرة تحفة. واللي يمنع لما نحط برضو واحدتين كده يميلوا على الموز. بالظبط يخضروه شوية. يخضروه. شايف ازاي؟ هكذا. طيب ثم بعد كده عندنا الكيوي. الكيوي البني بقى. بني بقى ده هيدي بقى هينطق الدنيا. بموت قوي بقى في البني لما يجي كده جنب مع الاورنج مع الاخضر. بص يروي على الجمال يا ولاد. مجموعة كده. تحفة. نحط من تحت يطلع لفوق. خلاها استوائية قوي. استوائية جدا. في واقع. طب بصي بقى. تعالي نسمعك اغنية. يلا. ونرجع نكمل. ماشي. موافقة؟ اوكي. يا ولاد. ايوه. هتسمعونا ايه؟ الوقت تعب الهوا قلبي. لا يا رب ما يتعبك ابدا. يلا نسمع جزء منها وناخد فصل ونرجع بعد كده مع انجي تيمور. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. Thank you.
تعب الهوى قلبي والحلو وجداري والإمتى حنخبي على بعضي ونداري تعب الهوى قلبي والحلو على بعضي ونداري تعب الهوى قلبي والحلو وجداري والإمتى حنخبي على بعضي ونداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي أبا أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف رجعنا لكم مره تانية مع انجي واحنا في اثناء الاغنيه انتوا شفتوا هي حطت علبه الشوكولاته وحطت ايه ده اسمه كلا وهنا بنخضر انا قربت اخلص خلاص فاضل بس اخر حاجه احط الاوركيد ده نوع من انواع الاوركيد يعني اللون بتاعه ده خرافي شفت خرافي طبعا لازم اراعي ان انا ما اخبيش الباك اوف شوكليتس فبأثر العيدان جامد قوي هنا حتى جايبة الشوكولاتة لايقة مع الحاجات ألوانها وهنا ممكن آخد الكمترا كمترا برضو أنت جايبة كمترا لايقة مع الورد أصلها بالظبط أصفر في أورنج وهنا حط كده الست تفاح تفاح وده بيتغطيه بالسيلوفان ولا بتسيبه؟ ده هيتغطى طبعا في لما هنبعته هيتغطى اكيد طبعا بالسيلوفان بس خلاص حاجه واحده بس ممكن تعرف التاتش الاخير ده ايوه طيرت الدنيا انا لا اعملي انت عايزاه التاتش الاخير ده بالنسبه لي مهم جدا بصوا بقى شوفوا بقى الحركه البسيطه دي جمعت الحاجات كلها مع بعض واحده كمان مش عايزه الحاجات دي؟ لا خلاص انت جايبه معلقه ليه؟ عشان كنت خفت لو عاوز احفر احفر في الاويسس عايزكم تتغزلوا في هذا البوكي الرهيب بس كده مع ست طبعا اعذروني انا بشتغل باستعجال لان الشريف خلاني استعجل وفي احلى من كده قولوا لنا بقى هاتوا لنا اهو ممكن بس الفه عشان الناس تشوفه من كل ال كنا هو اوكي كده اهو من كل الزوايا يعني اهو ونفرمل شويه وبعدين اهو وبعدين اهو يعني من ورا ليه شكل كل الحاجات ومن قدام يعني الحته دي لو نعرف نجيب الجزئيه دي هنا كده هات لنا دي يا جوهر اهي بصوا بالظبط اوكي ونقلب وهنا الكلا اللي جايه من ملبوسه التولوه وطالعه مجموعه من هنا انا اجيب لك بعد وده الفساد بتاعه هتقعدي بس انجي هنا اوكي اهو احكي لنا كده بسرعه الارينجمنت ده استخدمتي فيه ايه؟ كلا تولبس اوركيدز روزز ده بالنسبه للزهور بالنسبه للفاكهه برتقال كيوي موز تفاح كمتر وشوكولاته وشوكولاته شوكليته شوكليته ميرسي يا شوكليته يا شوكليته الشارع انت نورتيني وشرفتيني تحفه اللي انت عملتيه النهارده بشكر انجي تيمور شرفتيني ونورتيني ويا رب تكونوا انبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا شكرا لكم باي باي